أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي اليوم الاثنين 7 سبتمبر 2020 إصابة الثنائي رياض محرز وإيميريك لابورت بفيروس كورونا، وأن كلاهما تم عزله طبقا لإجراءات الوقاية المتبعة. وقررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز البريمير ليج تأجيل مباراتي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في الجولة الأولى من عمر المسابقة التي تنطلق يوم 12 سبتمبر المقبل. هما الاثنين أصيبوا بفيروس كورونا. وجاء قرار الرابطة لمنح نادية مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي قسط وافر من الراحة بعدما نجح في الوصول للأدوار المتقدمة بمسابقتي الدوري الأوروبي ودوري أبطال أوروبا. وانتهت مسيرة مانشستر سيتي الأوروبية في دوري أبطال أوروبا عند الخسارة من ليون الفرنسي بنتيجة 3-1 في ربع النهائي، فيما ودع مانشستر يونايتد الدوري الأوروبي من نصف النهائي أمام إشبيلية الأسباني بعد الخسارة بنتيجة 2-1، وذلك قبل أقل من 4 أسابيع من انطلاق النسخة الجديدة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز البريمير ليج. ونشوف أسرار عن رياض محرز دلوقتي. نقلت صحيفة ذا سان البريطانية عن مصادر مقربة من اللاعب الجزائري رياض محرز أن نجم نادي مانشستر سيتي ومنتخب الجزائر انفصل عن زوجته ريتا جوهال، وأن محرز طلق زوجته ريتا وهي البريطانية الجنسية والهندية الأصل. ديت ريتا مع طليقها رياض محرز كان في 2017، صور ليهم هنا وهو بيحتفل. ويقال الآن أن رياض محرز يواعد فتاة تدعى تايلور، وهي ابنة نجمة التلفزيون الواقع ومصممة الديكور المليونيرة داون وورد. دي الصحف الأجنبية كتبت إن هو انفصل عن زوجته بيواعد تايلور حبيبته الجديدة بنت المليونيرة داون. ايه رأيكم؟ دي احلى ولا طليقته؟ شاركونا في التعليقات. دي تايلور. وقالت الصحيفة أن تايلور البالغة من العمر 22 سنة رفضت في البداية تطوير علاقتها بالدولي الجزائري قبل أن تتأكد أن زواجها السابق قد انتهى بشكل رسمي. وادعت الصحيفة أن تايلور دعمت رياض محرز خلال مشاركته مع فريقه الأربعاء الماضي في مباراة نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية أمام مانشستر يونايتد، كما شوهد الثنائي مؤخرا وهما يغادران أحد المحلات. وأشارت إلى أن رياض محرز طلق ريتا في محكمة مدينة مانشستر دون الإشارة إلى تاريخ وقوع الطلاق. جدير بالذكر أن محرز عقد قرانا على ريتا في أغسطس 2015 وأنجبت له ابنتين. يذكر أن محرز وريتا يعيشان بشكل منفصل منذ فترة على بعد 200 ميل عن بعضهما. دي ريتا جوهال هندية الأصل بريطانية الجنسية طليقة رياض محرز. أعلن الطلاق اليوم 4/2/2020. يذكر أنه من حوالي عام أجرت زوجة النجم الجزائري ولاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي رياض محرز ريتا جوهال مقابلة مطولة مع صحيفة ذا سان، كشفت فيها تفاصيل مثيرة عن الحياة الشخصية لمحرز. وكان ساعتها صاحب 27 عاما قد انتقل إلى المان سيتي من نادي ليستر سيتي، وزوجته أكدت بأن الصفقة الضخمة والراتب الكبير
لم يؤثر عليه بتاتا. فقالت ريتا في هذا الصدد: أسلوب حياتنا طرف، فالجميع يريد الأفضل وأن يمتلك أمورا فخمة، نحن نريد حياة جيدة ومريحة، ولهذا يعمل الجميع بجد في نهاية اليوم، لكن ليست الأمور سعيدة دائما. وتابعت رياض: شخص متواضع جدا وأتمنى أن لا يتغير، أنا أحب التسوق في متجر أزدى لأنه مريح وبإمكاننا الحصول على ملابس جميلة، أنا من أجلب الطعام إلى المنزل، لكن الأمر بات يشكل مشكلة، إن حمل رياض الأكياس إن حمل رياض الأكياس فسيتجمع حوله الناس، قد يكون علينا أن نطلب من شخص آخر القيام بذلك. وهنا ريتا مع رياض. صور ليهم مع بعض أثناء فترة زواجهم. وكشفت ريتا بأنها لم تكن ترغب في معاهدة رياض محرز في بادئ الأمر، خشية أن يخونها كحال العديد من نجوم كرة القدم. وأخبرت الصحيفة كيف كان اللقاء الأول بينهما، وقالت: كنت أسير في شارع أكسفورد عندما تقدم وتحدث معي بلكنته الفرنسية وتبادلنا رقم الهاتف. ووصلت: عندما اكتشفت بأنه لاعب كرة قدم بعد أسبوع، قلت بأنني لا أريد ذلك في حياتي، لا أريد معاهدة لاعب كرة قدم، لأن جميع الفتيات سيلاحقونه. أردت حياة مسالمة وأن أصنع نجاحي الخاص، لكنه لاحقني واتصل بي كثيرا، وكان الأمر مكتوب أن يحدث. وعن أسلوب حياة رياض الخاصة قالت: لم نواجه أي مشاكل، بالتأكيد هناك إغراءات لأن رياض يبقى بعيدا عنها، يجب أن لا يضع نفسه في هذه المواقف لأنه قلق من ارتكاب هذه الأخطاء. وأضافت: لم يشرب الكحول في حياته لأنه مسلم ولا يسهر أيضا، بل يبقى مع نفسه، فهو ليس شخص اجتماعي، ليس كل لاعبي كرة القدم خونة، رياض مختلف، فهو يساعدني في تنظيف المنزل أحيانا ويقوم بالأمور من قلبه. وختمت بالقول: من الرائج الآن أن تكون الشخص المتواضع والزوج الوفي، إن كنت تشرب وتخون لا يكسبك ذلك الاحترام، عادته الأسوأ هي أنه يحب كرة القدم كثيرا. رياض محرز. دي صور ليهم مع بعض، ريتا وطليقها رياض محرز. إذا عجبكم الفيديو ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات، وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين. قناتكم قناة أخبار النجوم. شكرا لكم.